كانت البلان انه نقدر نطعم 100 شخص بالنهار. اول نهار طبعا طعمينا 800، واليوم طالع تقريبا 2000 وجبه. من بعد اللي صار نهار التنين، من بعد تهجير يعني اكثر، صاروا اكثر من 50,000 نازح من جيراننا بالجنوب وبالبقاع وبعلبك، قررنا الثلاثة انه نطبخ زيادة ونقدر نساعد الناس الناسحة واللي ما عم تلاقي بيت، ما عم تلاقي محل تقعد فيه. تحضير عم يصير بهالمطبخ الصغير، عندي احمد هو بيشتغل هون اصلا، عندي الشيف الاساسي، وعندي رفقاتي، وعندي الباريستا عم تشتغل بالطبخ كمان، وعندي رفقاتي عم بيجي بيساعدونا بالطبخ، لانه عم بضل الطبخ من الساعة 9 ما عم بيوقف. فبلشنا نطبخ ترويقة وغدا وعشاء تقريبا ل 700 شخص اللي بنقدر نحن عليه. طلبنا من مساعدة متطوعين، واجا تقريبا حوالي 50 شخص كل يوم عم بيجي عم بيساعد. اسمي ماي عياش، انا شيف كمان. قررت اجي على نيشن ستيشن لان ما فيني ساعد ب اني وير ايلس، ما فيني اعمل اي شيء بس فيني اطبخ. بدي ساعد باي طريقه ممكنه، وهي كانت الطريقه الوحيده اللي بعرف ساعد فيها. بعرف اقسم مطابخ، بعرف قد ايه بدنا كميات وهيك، يعني حطيت خبرتي كلها بقدر ساعد قد ما فيني. يعني عم بدق لي بتقلي شو ناقصك، انا عم بقول لها جيبوا يا جيبوا شو ما كان، ما حقلكم لا، الوجبات ما عم بتوقفوا، رز لبيض للحم مفرومه لدجاج، كل انواع المواد ممكن استعملها بالطبخ. يعني قد ما فينا نكمل رح نكمل، ما بنعرف بكره شو رح يصير، عم نشتغل يوم بيومه. اذا حدا بده يتبرع بمواد غذائيه او بمواد صحيه او تنظيف او ابراد للتنظيف، يعني كمان عم نستقبل. باكجين كمان بحاجه لنبعث الاكل للمراكز، اوقات ما في حكي كمان ينحكى. وهيدا عن جد بتحس انه واجب انه نكون هلا حدهم، يا ريت فينا نساعد اكثر عن جد.